متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. يعني منذ 2003 والجدل حول المنحة المخصصة للمقاطعات تبقى يتعود من ولاية إلى ولاية أخرى. مجلس مدينة الدار البيضاء يعني في آخر دورة ديالو قرر باش يزيد من المنحة المخصصة للمقاطعات، ما تبقاش منحة اللي متساوية ما بين جميع المقاطعات، بحيث أن يعني زاد واحد النسبة كبيرة بالنسبة للمقاطعات اللي عدد السكان ديالك كبير، بحال مقاطعة الحي الحسني، بحال مقاطعة سيدي مؤمن، من اجل يعني استجابه لمشاريع لطموحات السكان تاع هاد المقاطعات. ولكن واش هاد المنحه اللي مثلا سيدي مؤمن ولا البرنوسي كافيه؟ واش هاد عدم التساوي ما بين المقاطعات هو الحل من اجل يعني تجاوز الاشكال المتعلق بالمخصص المالي للمقاطعات؟ من اجل مناقشه هذه القضيه وقضايا اخرى نستضيف في هذه الحلقه سي حسن القفيش، عضو مجلس مدينه الدار البيضاء وايضا عضو مجلس مقاطعه بن مسيك. سي حسن مرحبا بك. السلام عليكم سي احمد، تحيه ليك وتحيه للاخوان ديال الانفاس. سي حسن، انت يعني كنتي يعني من 2003 وانت عضو مجلس مدينه الدار البيضاء، باستثناء التجربه السابقه اللي ما كنتيش فيها، ودائما كان المشكل تاع المنح المخصصه للمقاطعات، المنتخبين تيقولوا ان ما تكفيش وكذا، وبان ما خصهاش يكون التساوي ما بين جميع المقاطعات. الان مجلس المدينه خاض المبادره ووزع المنح بشكل غير متساوي على مستوى المقاطعات. اشنو قراءتك انت على هذه القضيه هذه؟ اولا في 2003 كان هي بدايه ديال وحده المدينه، كان كلشي دايخ بالعربيه، وكان الناس كلهم كان تيشوفوا في البلديه اللي كانت انا ذاك قبل اصبحت وحده المدينه، معناتها كلشي بالعربي تيتعلم وكلشي كان بسم الله. اذا ديك الساعه كانت كل مقاطعه مثلا نعطيك بالمسيك تعطوها 300 مليون. سيدي بليوت اللي كان عندها الفائض كبلديه ديال 17 مليار عطاوها 500 مليون. وسارت وهذا راه من العيب باش يكون نقارنوا سيدي بليوت بعدد السكان ديالها وعدد والمداخل ديالها ونقارن مثلا بمسيك ولا مع مير السلطان ولا مع السبته ولا مع اي مقاطعه. لهذا نعطيك مثلا سيدي مول مثلا فيه 500,000 نسمه، حشومه تقارن تعطيها 500 مليون ما يمكنش تقدر، ولكن حتى بمسيك ما يمكنش. ولكن دابا ملي طلعت مزيان بحال دابا بمسيك ومير السلطان المقاطعات الصغار ماشي اشكال. المشكل فين مطروح دابا؟ اللي مطروح الان اللي تطرح هو مثلا بحال حي الحسني اللي هي عدد السكان والمساحه وين باش ما تكبر المساحه تكبروا خلاو المصاريف. سيدي مول مثلا 18 كرة مربعة 50 دابا وصلت ربما تيقول وصلت 700,000 نسمه، اذا هذا هي بغا خصها تكون واحد المدينه. اذا ما خصناش نقارنوا، هذا هو اللي علاش اعتمدتوا على القضيه تاع التوزيع تاع المنح تاع كاين هذاك اعتمدنا على اساس ماشي انا اعتمد المكتب رئيس المكتب انا عضو بحال الاعضاء، ربما شافوا واحد العدد ديال الشكايات تطرح او واحد العدد ديال المشاكل ما تتنجس مثلا. علاش؟ لان مغلوبين على امرهم، ذاك الغلاف المالي ما تيقدش. ولكن حتى المقاطعه علاش اشنو الاسس اللي تم يعني اعطى سيدي مؤمن اكثر من سباته اكثر من بن مسيك؟ علاش اشنو القاعده؟ علاش الساندو؟ واش على عدد السكان ولا عدد السكان؟ عدد السكان المساحه اللي نعطيك مثلا دابا مثلا الا شتي سيدي مؤمن واحد العدد ديال باقي باقي فيها التراب مثلا مازال خصها تزفت، خصها اولا المقاطعه تزفت وخص خص جماعه الدار تدخل. ولكن ربما كاين جماعه الدار عندها مشكل مالي، اذا دابا تيفكروا تيقولوا بنا نرفعوا شويه ولكن ما غيحلش المشكل. ولكن بالنسبه للمقاطعات الصغار مثلا مير سلطان ولا السبات ولا اخره، هذاك الغلاف المالي على الاقل خصهم يصرفوه، ما تيتصرفش. دابا وصل مثلا مليار و700 مليون عند بن مسيك ما تتصرفش كامله. بن مسيك بوحده عندها مليار و700 مليون. مليار و700 مليون نفس العدد اللي عند مثلا عند السبات كلهم قراب، كلهم قراب بحد. ولكن ما عندناش فين مثلا بعض المحل ما عندناش فين نخسر الفلوس. ما عندناش التراب، ما عندناش تما، كلشي مزفت، كلشي مصوب، داك الشيء الى اخره. ولكن ما تتصرفش الا لاحظتي دابا واحد العدد وتترجع تطيح ولا شنو؟ لا تنديروا التحويل. دابا كل المقاطعات، جوج مقاطعات تقريبا داروا فيها داروا التحويلات للعام المجي. ولكن العام المجي ما تتصرفش تعاود تتسمى تطيح في لاماس. تطيح في لاماس. ولكن انا كعضو المجلس المدني. ولكن انتم مثلا في بن مسيك راه خص تكون عندكم مشاريع للمستقبل. لا دابا المشكل ما يمكنش انا ولا تبارفي بن مسيك ولا سباسه. المشكل اللي مطروح دابا كاين دابا حتى مشكل ديال الولاء العقاري، كاين دابا ما عندكش اتساع. دابا الا مشيتي مثلا لمير السلطان ما عندك فين، ما عندها فين، ما عندها ما دير. الا تزفيت وهذه ما بقاش عندها فين سميتو الاناره، ما بقاش ديالنا بزاف د الحوايج. لان واحد الوقت تشد ذاك الفصول تتقسمهم هذاك الاناره وعندك. دابا مثلا الاغراس مثلا ما بقاش عندك انت واحد المساحه صغيره، المساحه اللي فيها قطار وزياده تبع مجلس المدينه، اذا ما بقاش عندك شي حوايج حقيقه. كاين فيها تصرف الفلوس. وكاين الرئيس اللي تيكون تيخاف تيقول لك انا تنخاف كيفاش خصني ندير الاخير، تيقول لك اللهم ما نصرفش. ولكن هذا ماشي حل،
إذن هذا الغلاف ملي مثلا تطيح لي ما تتصرفش مقاطعات يمكن تحول مقاطعه الارض. وشحال تقريبا عطاو سيدي مؤمن دابا والبرنوسي؟ سيدي مؤمن دابا انا ما عنديش الرقم بالضبط، ولكن كان عندهم شي مليار جوج المليار وشي حاجه، ولكن بيني وبينك خصهم 3 مليار وما تقدهمش. الا عطيهم 3 مليار من دابا على مده 6 سنوات ما يقدرش يكملوا حتى واحد 50 و60% من المشاكل. هادشي اللي تيقول البعض تيقول بان الملحه بالنسبه للمقاطعات الكبيره كما قلتي سيدي مؤمن ولا البرنوسي ولا وعين الشوخ وحي حسنيه تمام يعني بالاضافه ان تزاد المنحه ديالهم خاص البرنامج على العمل تاع الضربة ينكب على هذه المقاطعات ينكب عليها بالضبط باش تجي باش واحد الوقت وتكون واحد النوع ديال التوازن. هذا هو المشكل اللي مطروح. الاشكال تاع المنحه تاع المقاطعات على مستوى مدينه الدار البيضاء هو كما قلت مشكل اللي مطروح منذ سنوات. الان المجلس قرر يزيد هذه المنحه هذه، بالنسبه لك انت واش هذه الزياده بوحدها كافيه؟ ما كافيهاش ما كافيهاش ما كافياش. واشنو الحوايج اللي خصهم يبدلوا الرؤساء باش يجيبوا ما عند الرئيس ما يدير والو. رئيس المقاطعه دابا ملي كانت البلديه كان الرئيس تيتنافس تيتنافس المقاطعه الرؤساء ديالتهم باش يقول لك على الاقل ندير واحد الفائض تيقلب على على المداخل. دابا المداخل ما بقاش عندنا حنا حق نتصرفوا. دابا المداخل من اختصاص جامعه الدار البيضاء، جامعه الدار البيضاء راسها ما دايره حتى حاجه. دابا ربما تقريبا كاين 1000 مليار ديال باقي استخلاصه يكون خدمة باقي استخلاص كما قالوا وزارة الداخلية على المستوى صعيب على المستوى الوطني. انا تنتكلم على الدار البيضاء علاش ما نديروش في المجلس اللي فات عبد ربي تنقترح على محمد السجاج تنقول له ودي على الاقل نعطيو هذا الاستخلاص باقي نعطيو للشركات. علاش انا موظف ما تيدخلش مزيان وما عنده بري ما عنده والو وغادي يمشي يقلب لي ما يمكنش تيدير مجهود وتيزيد بحال ولكن عطيني شركات غادي بحال الضريبه. علاش شو كل شيء شو مصوب النهار بغي نخلص الضريبه ديال الطوموبيل داك ما بقاش خلص دار الضريبه غاتمشي تخلص في البنكه وغاتزيد عليك واحد 23 درهم تحل المشكل. علاش ما يتحلش المشكل ديال مدينه الدار البيضاء؟ علاش ما يتحلش؟ عادي غنعيطوا لشركه نعطي واحد النسبه المئويه وغتجيني تجيني اعلان نهار واحد مثلا 31 مارس ولا سميتو في الشهر جوج ولا شي حاجه غتجيب لك اخر اجل نهار 31 مايو ما خلصش غتزيد عليك الوقت غنخلصوا. حنا ما عندناش الثقافه ديال الخلاص كاين اللي ما بقاش نهار الزيرو مثلا باقي الاستخلاص فين كاين المشكل كاين اللي ما بقاش يدير التجاره ديالو كاين اللي دار فرايات كاين اللي ولكن نعطيك مثال دابا الضريبه دابا انت عندك باش مثلا ديال المحل سديتيه المحل 20 عام او لا باش حيدتيه غتبقى خاصك تخلصو بلا ما درتش ما يثبت بان راك حيدتي الباش واحد الشيء اداريه مع عند السلطه المحليه وقدمتيها تلقى حنا بالنسبه لنا الباش باقي محطوط. اذا علاش باقي الاستخلاص ما يتخلصش؟ الدوله تجي بعد التعفيف من الضريبه تقول لك ودي خلصني غير هذا الشيء ولا نقصوا واحد 50%. سيدي هاد الناس نقصوا لهم سيد عندك قد القد غلبات عليه سيدي نقص لك واحد مثلا غتخلص 100 مليون خلص 60 مليون. حنا اللي تيعملوا خصنا ندخلوا الفلوس ولكن حنا ما تنديروا حتى حاجه. باقي المشكل اللي في الضريبه دابا باقي هو اللي مطروح. وهو اللي غنمشيو للمحور الثاني هو قضيه التقييم ديالك للمجلس المدينه دابا الان تقريبا واحد 9 شهور على الناس بداو تيخدموا ولكن السكان تاع الدار البيضاء ولا بعض السكان الدار البيضاء باش ما نعموش ما كاينش اللمسه تاع هذا المجلس هذا. المشاريع القديمه هي اللي باقه اصلا باقي ما خرجاتش تقريبا حتى شي مشروع كبير الان باقي ما خرجش من مدينه الدار البيضاء. كيفاش تشوف هذا الامر؟ ما حد باقي الاشغال في الدار البيضاء ما يمكنش تبان مدينه الدار البيضاء. دابا ما حد تشوف الاشغال تقول الدار البيضاء واقفه ما يمكنش، ولكن نهار يكمل الاشغال يمكن تبان الدار البيضاء. حتى نتمناو ان شاء الله نتمناو هذا الشيء اللي جاي. كلشي غادي متعثر وغادي بشويه بحال يعني ما تربانينش. شوف دابا انا تنجي انا تندير الثقافه ملي تنجي ما تنفهمش في الرياضه والعكس صحيح. هذا هو اي رئيس. دابا ساجد كان رجل ديال التجاره رجل تيخدم دماغه. هذا السيد جا دابا دكتوره طبيبه ما يمكنش كلشي غتفهم يمكن مستقبلا. لكن ماشي بوحده راه مع فريق ومع شركه التنميه المحليه لا دابا الشركه المحليه دابا انت جبتي الشركه المحليه. دابا الشركه المحليه اصبحت جامعه الدار البيضاء. حنا كمنتخبين تنجيو تنتكلموا في حدود ما يمكنش تتكلم. نعطيك تعطيك المنتخب تعطيه دقيقه من العار شنو غادي يقول؟ واش لهم انت هز مثلا مشاكل ديال 4 شهور ديال المواطنين باش جيت لحق الدوره باش يقول لك عندك عطيه دقيقه. حقيقه كاين الفروق ما يسمى بالفروق دابا ديال المجلس. مثلا مات واحد عنده الحر مثلا عنده 44 تقول عندك 44 دقيقه. انا عبد ربي كاين والسيد يقول لك عندك 2 دقائق ما يمكنش. هما تيعتمدوا على الاصوات اللي كاين. ما غادي انا ماشي ما تنحضرش في الاجتماع ديال 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 الرؤساء ما تنحضرش في المجتمع فين غنعبر على الموقف ديالي والناس تتسنى فيك على الاقل غير باش تشرح. نعطيك مثلا ملي كان الجامعه قبل عاد في عهد السجيد كان مثلا تروح مع رؤساء مصالح تنقول لها الزنقه في راه مزفتهاش هذيك راه تيشجلها عندي مشكل اناره دابا ما كاينش معاهم تهضر. هذا كان مدير الشركات يقول لك انا ما تهضرش معايا ما تنعرفكش تعرف الرئيسه بوحدها. واش الرئيسه انت كل غتكب الحشومه نمشي عند الرئيسه نقول لها عندي الشريع في مشكل ديال الحفاري ولا قلت لي واش كاين غير انا بوحدي؟
ولكن واحد الوقت لا تيريح رئيس الاشغال البلديه تيريح ماك في اللجان ماشي في الدوره تطلق رجع عندك في الحريه تكلم ولكن انت دابا في اللجان خداش لا ما عندك تتكلم دابا راي مدير الشركه ولا مسؤول دابا انت ما بقاش عندك حق دابا حنا وحنا حنا بغينا ولا كرهنا ما بقينا تنسول حتى حاجه حنا منتخبين خلا واحد داك النهار واحد اللجنه قالت يقول لك منتخب الاشباح حنا اصبحنا منتخب الاشباح انت منتخب بدون حقيبه ماذا تجي تعبر على موقف داك الا تصنت لك شي حد ولا حكى داك النوبه ولا حضرتي من بعد ما يمكنش دير شي حاجه راه الناس المكتب دابا نعطيك مثال دابا الناس المكتب تيسيروا كاع اذا سولت على شي حاجه ما يقدر يجاوبك عليها يلا عاد انا منتخب اللي انا بعيد تنطل غير من التسعه لا مشكل مطروح فين غادي يمشوا هذا الشيء ما عرفتش سي حسن شكرا جزيلا على قبول الدعوه متابعي قناه الفاس بريس الى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله شكرا كذلك للسي احمد.